نعم. الشيخ فيها مسألة، بعض الأخوان طرح شبهة، مدخنين يقول أن الدخان ليس بمعنى الأكل والشرب، فشربه لا يفطر، فما الجواب على الشبهة؟ الشبهة نقول وش أنت ما تبي تقول شرب دخان؟ كيف؟ أليس يقال شرب الدخان؟ إلا بل أنت شوف، لكن يقول يقيس على ثريب الطيب، أنتم تستنشقونه الآن؟ لا ما نستنشقه، الطيب لا يستنشقه الصائم بحيث يصل إلى جوفه، أما التطيب من التطيب لا بأس. أي شرب الدخان لا ينبغي لمن شرب الدخان وهو صائم أن يجلد مرتين، مرة على فطره ومرة على شرب الدخان. نعم.